وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. الكبد هو واحد من اكبر اعضاء جسم الانسان وهو مهم جدا، وده لان هو شغال باستمرار وعنده مئات من الوظائف، من اهمهم تصفية مجرى الدم من السموم، ودي وظيفة مهمة جدا. اما تاني وظيفة وهي تنظيم الهرمونات. مع الاسف مشكلة الكبد ان هو لما مثلا مش بيشتغل او هو مش بيعمل بشكل صحيح او حتى مش بيعمل وظائف بتاعته، ممكن ما تحسش خالص ان في اي مشكلة، ومع الاسف ممكن طبعا الموضوع يتدهور. الفترة الاخيرة بقى ناس كتيرة جدا بدأت تدعو لموضوع ديتوكس الكبد، او ان احنا ازاي ننظف الكبد من السموم. عملوا كده بقى عن طريق ان هما بدأوا يتناولوا مكملات غذائية بتدعي ان هي بتنظف الكبد، او عن طريق حقن شرجية، الحقن دي بتنظف القولون والامعاء. اما اخر حاجة وهو اتباع انظمة صحية بتعتمد بس على شرب العصائر الطبيعية. مع الاسف كل الطرق دي طرق غير امنة او غير صحية تماما. معظم المنتجات والادوية اللي هي بتدعي ان هي بتنظف الكبد من السموم، مع الاسف مفيش اي دراسات كافية اتعملت عليها، وكمان هي غير مصرح بيها من ادارة الغذاء والدواء. ده غير ان الحقن الشرجية ليها مشاكل كتير قوي زي حدوث الالتهابات في الجسم. وبالنسبة لاتباع الانظمة الغذائية اللي بتعتمد بس على شرب العصائر الطبيعية، فده بيؤدي لزيادة امراض الكلى. علشان كده فكرة تنظيف الكبد من السموم هي فكرة اصلا مش صحيحة وفكرة شائعة، بس للأسف بيتم استخدامها بشكل خاطئ. علشان كده بدل ما نقول ان احنا هنعمل ديتوكس للكبد، النهاردة هنقول ان احنا هنعزز صحة الكبد، هنقوي الكبد، هنخلي الكبد يشتغل بشكل ممتاز، ونطرد او نقلل اي حاجة ممكن تأثر عليه بالسلب. حلقة النهاردة هي الحلقة السبعية، لاني هتكلم عن 7 استراتيجيات ممتازة هتعزز صحة الكبد، وكمان هتكلم عن 7 اطعمة ممتازة جدا لصحة الكبد، واخر حاجة هقول لكم على 7 علامات لو اتلاحظت على الشخص يبقى فيه مشكلة في الكبد، وعشان هو يبدأ ياخد باله من الموضوع ده ويبدأ يعالج نفسه بسرعة. خليكم معايا لانها تكون حلقة مهمة جدا. اول حاجة نبدأ نتكلم عن 7 استراتيجيات مهمة علشان نعزز ونقوي صحة الكبد. اول حاجة راقب استخدامك للأدوية، او لاحظ استخدامك للأدوية. اي دواء انت بتاخده سواء من نفسك او بوصفة طبية بيمر طبيعي على الكبد، وهناك بيبدأ التفكيك بتاعه. معظم الأدوية بتكون آمنة للكبد حسب التوجيهات بتاعتها، بس خد بالك تناول الكثير من الدواء، او تناوله بشكل كبير، او تناول النوع الغلط، او تناول اكتر من نوع، مع الاسف ممكن يأثر على الكبد. علشان كده حاول انك ما تاخدش اي أدوية غير لما ترجع للدكتور المتابع. لو انت برضو قلقان انت كنت بتاخد ادوية كتير، ممكن تعمل فحص للكبد علشان تطمن عليه وعلى الصحة بتاعته. الاستراتيجية التانية او النقطة التانية، لا تفترض ان المكملات مفيدة للكبد. زي ما اتكلمنا على الادوية، بتتم معالجة المكملات الغذائية والفيتامينات والمعادن والاعشاب الطبيعية برضو عبر الكبد. مش معنى انك تبقى عارف ان المنتج طبيعي ان هو على المدى الطويل ولما تستخدمه كتير مش هيأثر على الكبد. خدوا بالكم ان مستخلص الشاي الاخضر مع للأسف هو ممكن مع الوقت الطويل يأثر على الكبد. حتى الفيتامينات سواء فيتامين ألف أو النياسين مع الوقت الطويل برضو ممكن يأثر عليه بالسلب. طيب هل معنى كده ان انت ما تستخدمش مكملات غذائية خالص؟ لا طبعا، بتستخدم، بس بتستخدم حسب حاجة الجسم، وتحاول ما تستخدمش انواع كتير مع بعض، تحاول تستخدم على قد المشكلة اللي عندك، تستخدم المكمل المناسب ليها، وطبعا لازم يكون الكلام ده تحت اشراف طبي. تالت نقطة وهي اتباع نظام غذائي صديق للكبد. حاول تركز في نظامك الغذائي على الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان والدهون الصحية. الأطعمة زي الجريب فوت والتوت والمكسرات والأسماك الدهنية دي ليها فوائد كبيرة جدا على الكبد. برضو تحاول تاخد في نظامك الغذائي كمية كويسة جدا من الألياف زي اللي بتبقى موجودة في الفواكه وفي الخضروات. وخدوا بالكم ان الألياف ضرورية جدا لانها بتساعد الكبد على انه يؤدي عمله بشكل احسن بكتير. حاول تدمج الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة
في نظامك الغذائي. نقطة مهمة جدا برضو في النظام انك تحافظ على رطوبة الجسم كله، وده عن طريق انك كل يوم لازم تاخد كمية كويسة جدا من المية. المية مش بس مهمة للكلى، المية برضو مهمة للكبد، على الاقل تاخد من 2 لـ3 لتر يوميا. الازازة ما تسيبش المكان اللي انت موجود فيه. اما بقى بالنسبة للاطعمة الدهنية والاطعمة السكرية والاطعمة المالحة تحاول تقلل منهم، وكمان ضيف عليهم الاطعمة المقلية والسريعة. كل الحاجات دي تقلل منها، لانها هي الحاجات دي اللي بتكون شوية عدوة الكبد او اللي بتأثر بشكل سلبي على الوظائف بتاعته. اخر نقطة في نظامك الغذائي اعتقد ناس كتير هتحبها، وهو ان احنا لازم نشرب قهوة ونحط القهوة في الجدول بتاعنا اليومي. القهوة مصدر موثوق لتقليل مخاطر الاصابة بامراض الكبد زي تليف الكبد وكمان سرطان الكبد. الاستراتيجية الرابعة وهي ممارسة الرياضة بانتظام. فحص اتعمل سنة 2018 على مجموعة من الناس بتعاني من مرض الكبد الدهني وعلى تأثير الرياضة عليهم. وجدوا ان الناس اللي بتمارس رياضة بانتظام الدهون بيقل التراكم بتاعها بشكل كبير جدا في الكبد. حرام عليك يا دكتور، هل معنى كده ان انا دلوقتي هشتغل رياضة وهخرب الدنيا خالص وهبهدل الدنيا تمارين؟ لا انا مش قصدي كده، احنا بنتكلم على حاجات بسيطة جدا. ابسط حاجة انك ممكن تمشي كل يوم، المشي من الحاجات الممتازة والصحية جدا، او حتى انك تشغل تمارين من اليوتيوب على التلفزيون عندك او على الموبايل وتبدأ تتحرك معاها خطوة بخطوة، ده هيفرق جدا. الاستراتيجية الخامسة، قلل من استهلاكك للكحول. كل المشروبات الكحولية اللي انت بتتناولها بيتم معالجتها في الكبد. كل ما بتشرب اكتر بتزود صعوبة عمل الكبد بشكل كبير. بمرور الوقت ومع الافراط في شرب الكحوليات بيحصل تدمير كامل للكبد. وفعلا في امراض كبد موجودة مرتبطة بشرب الكحوليات، زي مرض الكبد الدهني الكحولي والتهاب الكبد الكحولي الحاد وتليف الكبد الكحولي. المطلوب من حضرتك اولا انك تقلل بشكل كبير جدا من شرب الكحوليات او تحاول تمنعهم. تاني حاجة ما تخلطش بين انك تاخد الكحول والادوية معاه، ده غلط كبير جدا. اما الاستراتيجية السادسة واللي قبل الاخيرة، قلل من ملامستك للسموم البقية. مع الاسف ان الكبد مش بس بيعالج الحاجات اللي بتدخل عن طريق الفم، ده حتى الحاجات اللي بتستنشقها واللي بتدخل من طريق الانف او من طريق الجلد برضو بيتم معالجتها فيه. علشان كده لما تيجي تستخدم منظفات للبيت بتاعك، حاول تستخدم المنتجات والمنظفات العضوية، وكمان تجنب استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات الاعشاب. لو كان لازم هتستخدم حاجة من دول، يبقى قدامك حل من الاثنين. اول حاجة، اما المكان يكون فيه تهوية عالية، او تحط قناع او ماسك على منطقة الانف. اما الاستراتيجية السابعة والاخيرة، اتخذ الاحتياطات اللازمة ضد التهاب الكبد. طيب يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ يعني هتحاول تحمي نفسك من التهاب الكبد عن طريق انك هتعرف كل نوع من التهابات الكبد بيحصل عن طريق ايه، وهتحاول تتجنب السبب. عندك 3 حاجات. اول حاجة التهاب الكبد A، وعندك B، وعندك كمان C. خد بالك ان التهاب الكبد اللي هو ألف او A ده بيكون الاعراض بتاعته قليلة شوية وخفيف، اما بالنسبة ل B و C فهم اعراضهم بتكون شديدة شوية وطويلة المدى. طيب قولي لي يا دكتور، كل نوع من الانواع دي ازاي انا احاول احمي نفسي منها؟ طيب ركز معايا كويس في الاسباب دي علشان تبقى عارف ازاي تحمي نفسك. اول حاجة، التهاب الكبد ألف او A بينتقل ازاي؟ بينتقل عن طريق انك بتتناول طعام او ماء ملوث ببراز شخص مصاب بيه بالفعل. اما بالنسبة لالتهاب الكبد بي، ده بقى بينتقل من خلال ملامسة سوائل الجسم نفسه من شخص مريض لشخص مش مريض. طيب زي ايه السوائل دي؟ زي الدم او الافرازات المهبلية او السائل المنوي. ونفس الموضوع بيحصل في التهاب الكبد سي عن طريق ملامسة السوائل من شخص مريض لشخص مش مريض. طيب ايه الاجراءات الوقائية المفروض انا اعملها علشان اضمن انه لا قدر الله ما يحصل ليش التهاب الكبد؟ اول حاجة، لا تشارك الاغراض بتاعتك الشخصية. زي ايه مثلا؟ زي فرشة الاسنان، زي مكنة الحلاقة، حتى لو انت من الناس اللي بتاخد مثلا حقن في الوريد، تحاول ان الحقنة دي ما تتشاركش مع شخص تاني. تاني نقطة، لو اضطريت انك هتاخد حقنة في اي مكان، لازم تتأكد ان الحقنة دي اول مرة تتفتح والحقنة دي معقمة ونظيفة 100%. طيب تعال نتكلم عن تاني جزء في الحلقة، وهو 7 أطعمة. الأطعمة دي كل الوظيفة بتاعتها ان هي تروح وتطهر الكبد.
اول حاجة عندنا زيت الزيتون ويكون بكر ممتاز، تاني حاجة المشروم، تالت حاجة الافوكاتو، رابع حاجة البنجر، اما خامس حاجة التوم، سادس حاجة الكركم، اما سابع واخر حاجة وهي مجموعة الخضروات الكولومبية زي الملفوف وزي الفجل وزي الجرجير. اما سابع واخر جزء في الحلقة وهو اشهر سبع اعراض ممكن تظهر على الشخص اللي بيعاني من مشكلة في الكبد، اول واشهر عرض وهو اصفرار الجلد والعينين، تاني عرض وهو ألم وتورم في البطن وكمان تورم في الساقين والكاحل، تالت حاجة مهمة جدا وهو هرش في الجلد كله بشكل كبير، أما رابع حاجة وهو إنه بيكون البول داكن جدا والبراز شاحب اللون، خامس حاجة الإرهاق المزمن مع الغثيان والقيء، أما سادس حاجة وهي فقدان الشهية، وآخر حاجة وهو سهولة الإصابة بالكدمات. أتمنى أكون قدرت أفيدكم في حلقة النهاردة وقدرت أقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة، وأهم حاجة شاركوا الفيديو مع غيركم علشان أكبر عدد منه يستفاد، وأشوفكم على كل خير الحلقة الجاية إن شاء الله. باي باي.